السلام عليكم. صراحة نبلش بشرح التشابتر الثاني لمادة الفلويد. التشابتر الثاني بحكي لي عن خصائص الفلويد، خصائص المائع، الفلويد بروبرتيز. هذا التشابتر كثير كثير مهم، لأنه كل إشي فيه هو أساس المادة هاي. يعني إحنا المادة أنا فعليا بلش دراسة علمية تشابتر 3 تشابتر 4، بس إحنا تشابتر 2 هو الأساس لأني أدخل تشابتر 3. يعني أنا إذا ما فهمت تشابتر 2 معرفة أمارس اللي عليه قوانين الحل وتفهم الكونسبت تبعه ما راح تعرف تحل تشابتر 3. بالتالي بدنا نحكي عن تشابتر 2 بالتفصيل ونقول عليه بحيث نفهمه 100%. من خصائص المائع، طبعا بدي تعرف شغلة، المائع وخصائص خصائص كثير خصائص. في أول شيء الكثافة، كثافة السائل. يعني أنا بسمع كثير كثافة السائل، طب شو بتفيدني الكثافة؟ إحنا بنعرف كنا زمان نحن صغار نحكي مثلا كثافة الخشب أكثر أقل من كثافة الإبرة، فبالتالي الخشب بطفو، صح ولا لا؟ راح تقول لي آه الزيت كثافته أقل من المي، فبالتالي بتلاقي الزيت لما تصب زيت فوق المي بتلاقي الزيت فوق المي بضل ما بغرق، ما بنزل لتحت. ليش؟ بسبب الكثافة. فإحنا بدنا ندرس هاي الكثافة. في أنت مندرس كمان الوزن النوعي. الوزن النوعي مش مهم كثير لأنه مثله مثل الكثافة، بس مضروب في الجاذبية الأرضية أو الجاذبية للمكان اللي أنا فيه. يعني لو أنا بالقمر بحكي جاذبية القمر، لو أنا بالمريخ جاذبية المريخ، وهكذا. فالوزن النوعي والكثافة نفس الشيء. في عندي كمان عن specific gravity. specific gravity كثير كثير مهمة، ومرات بيسموها الكثافة النسبية. الكثافة النسبية هاي جدا 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 مهمة، هاي يعني الأهم الأشياء اللي نأخذها. في عندي كمان من خصائص الماء اللزوجة، اللزوجة الماء لزج أو لا. مثلا افرض أنا عندي مي وعسل، كيف تعرف إذا هاي مي وهاي عسل؟ لاحظ المي أسرع من العسل مثلا، ليش؟ بسبب اللزوجة. في عندي كمان الخصية الشعرية، كلنا بنعرفها إنه المي فجأة بتطلع أو بتنزل حسب أي. في عندي كمان التوتر السطحي، يسموه التوتر السطحي. لأنه مثلا أنت تلاقي نملة على سطح المي، نملة على سطح المي، شو سبب الطفو تبعها؟ ليش المي، ليش النملة ضاعت على سطح المي؟ طبعا احنا راح ندرسهم واحدة واحدة إن شاء الله. بعض الفيديو بنحاول ندرس أول ثلاث هم هذول إن شاء الله بعض الفيديو، ونتمكن منهم بإذن الله، نحل أمثلة عليهم. بحكي لي الكثافة، الكثافة أول شيء بدك تعرف إنه رمزها هي رو، كاتب لك اياها هون الرمز تبعها اللي بنكتبه بالقانون يعني، وهاي تنلفظ رو. density اللي هي الكثافة هي الرو، تساوي كتلة الحجم. ركز، كتلة شابتر أول حكينا انها كيلو جرام، فوليوم حكينا متر مكعب أو فيت مكعب. احنا حكيناش عن الفوليوم، حكينا عن الطول بشكل عام، انت بالمتر أو بالفيت. إذا عندي إنش بحاوله لفيت. هذا الشيء حكيناه الشابتر الأول، تمام. كتلة على حجم، طب كتلة ايش حجم ايش؟ ببساطة انت عندك وعاء، فعندك اي كتلة، كتلة اي كتلة الحجم، حجم الوعاء، صح؟ كتلة السائل على حجم السائل، ببساطة كتلة السائل حجم السائل. يعني انا اجا قال لي حجر طوط بالمي كتلته كذا مثلا، تمام، كتلته كذا وحجم المي كذا، بحكي الكتلة على الحجم، بس حجم كتلة الحجم، تمام. إن شاء الله راح أحكي عنها هاي بشكل هاي. الكثافة بتختلف من سائل لسائل أكيد، يعني مستحيل كثافة المي مش زي كثافة الزيت، يفرق. السائل الواحد ممكن يكون له أكثر من كثافة، السبب درجة الحرارة. لما زيد درجة الحرارة الكثافة تتغير عندي. الكثافة ما بتتغير بشكل عالي، تتغير بشكل خفيف كثير، يعني الشكل مش ملحوظ. إنه درجة الكثافة مثلا كثافة المي درجة حرارة 40 حسب هذا المنحنى. تعال اشرح لك هذا المنحنى. هذا المنحنى بيقول لك انه عندي هون درجة الحرارة بالسلسيوس، وعندي هون density كيلوغرام لكل متر مكعب. لقيمة density كيلوغرام لكل متر مكعب قيمتها 1000، هتكون درجة الحرارة هون، درجة الحرارة هون بقول لك هينها 4 درجات سلسيوس، بالتالي الكثافة 4 درجة 4 هي 1000، وهي القيمة حفظ، القيمة حفظ 4 كيلوغرام لكل متر مكعب، بين الكتلة في كيلوغرام والحجم واحد مثلا،
حجم واحد. بدنا نعرف شغلة كمان، إنه بالوحدات الثانية، إنه إذا كانت بالباوند ماس هي 2.4 لكل فيت تكعيب، وإذا كانت جرام لكل سنتيمتر مكعب، جرام لكل سنتيمتر مكعب هي نفسها كيلو جرام لمتر مكعب. تحويل وحدات، يعني أنا زي كأني حكيت هاي 1000 جرام، 1000 أي 1000 كيلو جرام، الكيلوغرام لو حولها لجرام ربها بألف، احنا حكينا هيك. على متر مكعب أو لو سنتيمتر مكعب، يعني بدي أضرب بعشرة وسالب وعشرة قوة ستة، عشرة قوة ستة، بالتالي ألف، ألف عشرة قوة ستة، يعني عشرة قوة ستة هاي واحد، في عشرة قوة ستة واحد. شو بيعطيني؟ الجواب واحد إيش جرام كل سنتيمتر مكعب. ببساطة أنا حولت مش داعي، بس بدي أثبت لك إنه نفسها كيلوغرام هي 1000 جرام، متر مكعب هي 10^6 متر مكعب. تمام، بقول لك إنه كل ما زادت درجة الحرارة بتقل الكثافة. هذا اللي مبين عندي، إن درجة حرارة 20 مثلا، درجة حرارة 20 الكثافة مثلا هون أقل من 1000 بشوي، هي 998 أو 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بفرقش يعني حق تقريب. كثافة درجة حرارة الهواء، كثافة الهواء برضه ممكن تحفظها، ممكن تكون معطيه 1.23. بدي أشرح لك شغلة مهمة أو بدي تفهمها بكل بساطة. ممكن بالامتحان إنها ما تكون، يعني بقول لك عند درجة حرارة 4 بس يعطيك إياها رقم ثاني، عادي بتأخذ الرقم الثاني. فبالعادة بالعادة الكثافة معطى، تمام، بالعادة كثافة معطى. مثال بسيط جدا، بقول لي reservoir of oil has a mass 825 كيلوغرام، يعني الكتلة الخزان من الزيت قيمته 825، وحجم الخزان هو 0.917 متر مكعب. أوجد الكثافة، احنا دائما الكثافة كيلوغرام لكل متر مكعب، فأنا معطيني الماس 825 كيلوغرام، يعني ما فيش داعي للتحويل، والحجم يعطيني 0.917 متر مكعب، يعني زي ما هو. شو بعمل؟ بقسمهم مع بعض بيعطيني الكثافة، بتطلع معي الكثافة الرقم هذا، بتطلع معي الكثافة الرقم هذا. تطبيق مباشر، ما في أي شيء، الكتلة بالكيلوغرام والحجم بالمتر مكعب بقسمهم مع بعض مباشرة. لو في وحدات ثانية كيف؟ يعني لو قال لي هاي سنتيمتر مكعب، أنا بحكي الجواب هو عبارة عن 825 على 0.917. أنا سنتيمتر مكعب، السنتيمتر واحد بيعطيني 10 قوة سالب 2 متر مكعب متر، بالتالي التكعيب بيكون 10 قوة سالب 6. يعني بستنتج من متر مكعب لسنتيمتر مكعب هي 10 قوة 6، أما سنتيمتر مكعب لمتر مكعب هي 10 قوة سالب 6، وهذا إشي منطقي. 10 قوة سالب 6 يعني زي كأني قسمت على مليون، يعني 10 قوة 6 أكيد السنتيمتر أقل من المتر، فبالتالي السنتيمتر هي 10 قوة سالب 6 أو 1 على 10 قوة 6 متر مكعب. تمام، هي الخاصية الأولى. هسه نحكي عن الخاصية الثانية واللي هي specific weight، اللي هي الوزن النوعي، رمزها جاما، لفظ جاما هنا كتبك إياها برضه جاما. طبعاً هاي بكل بساطة هي الوزن على الحجم، الكثافة كانت الكتلة على الحجم، أما الجاما هي الوزن على الحجم بس، يعني ما في أي فرق. يعني إذا ما أعطاني الكتلة أعطاني الوزن أنا بطبقها، وأصلاً أنا بعرف إنه الأم الجاذبية بيعطيني وزن، بالتالي أنا بقدر أحكي إنه الرو شو بتساوي؟ الماس على الفوليوم. أنا لو ضربت هذا بالجاذبية كأنه أنا حكيت بتصير عندي جاما. ليش؟ إذا هاي لحالها رو، ضربتها بالجاذبية بتصير رو في جي، رو في جي هي نفسها جاما. ليش؟ لأنه الأم في جي لحالها هي وزن، فالوزن على فوليوم إيش هي؟ جاما، بس تعويض. فبالتالي الجاما هي الوزن على الحجم أو رو في الجاذبية، لأنه نفس المبدأ، لأنه الأم ضرب الجي بيعطيك وزن. الوزن طبعا ما قلنا انه وحدته بالنيوتن او بالباوند،
إذا كان بالباوند فأنا باخذ الفيت تقريب، وإذا كان بالنيوتن باخذ متر تقريب. ما عندي نيوتن على فيت تقريب، غلط غلط. فبالتالي هاي الفكرة إنه أنا لو ضربت الماس الجرافيتي بيعطيني إيش؟ وزن. الماس على الفوليوم لحالها، هذا هذا لحاله هو إيش؟ رو. الرو الجرافيتي بيعطيني إيش؟ جاما. بدي إياك تنتبه على شغلة. مرة إحدى الأسئلة كانت بحكي لي إذا كان وزن صخرة أو حجر، وزن حجر بالماء تساوي 710 نيوتن، ووزن الحجر نفسه بالهواء تساوي مثلا 151 نيوتن، حكى لي احسب حجم الماء، حكى لي احسب حجم الماء اذا كثافه ماء 1000 كيلوغرام على متر مكعب، تمام؟ يعني اعطاني وزنين، وزن ووتر بيساوي 710 نيوتن، اعطاني وزن هواء اير اللي هي 151 نيوتن، واعطاني كثافه المي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. حكالي اوجد الحجم. طيب انا بعرف انه الرو بتساوي الماس الفوليوم، تمام؟ راح تقول لي تمام، معطيك الرو، معطيني الرو، معطيني الماس، لا معطيني وزن، معطيني وزن. شو بعمل؟ بكل بساطه انا بحكي لا، انا بعرف انه الجاما هي الماس في الجي، او ببساطه الويت على الفوليوم. كساعتها تقدر تحسب. ليش؟ انه انت بتعرف انه الجاما هي رو في جي. فبالتالي انا عندي 1000 هسه النظام عندي ايش؟ نيوتن، يعني الجاذبيه 9.81. الوزن قديش معطيني اياه؟ بقول له اخذ 710 ولا 151؟ بكل بساطه هو بده حجم المي، وثاني شيء معطيك كثافه المي. يعني بكل بساطه ريح حالك، تحكي له 710 نيوتن على الفوليوم اللي بده اياه، على الفوليوم اللي بده اياه. بتحسبها بيطلع معك الفوليوم بالمتر مكعب، بيطلع معك الفوليوم بالمتر مكعب. بدك اياه بالسنتيمتر مكعب، تضرب ب10 قوة 6، تضرب بمليون، تمام؟ الله يكون مفهوم هذا السؤال. هذا السؤال كثير كثير مهم، يعني حتى لو جربت تعوض كثافة الهواء 1.23 ما كان راح يطلع معك جواب الخيارات. ليش؟ انه بده حجم الماء او حجم خزان الماء بشكل عام. هذا السؤال نفس السؤال اللي قبله. The reservoir of oil has a mass 825 كيلوغرام. The reservoir has a volume 0.77. نفس الاشي، معطيك الكتلة والحجم، بس ايش طالب منك؟ The specific weight، يعني اوجد الجاما. فانا ايش بحكي؟ يا بحكي نفس السؤال اللي قبل، السؤال اللي قبل، هاي السؤال اللي قبل ما هو نفسه، بحكي انه هاي 825.9.81 على 0.917، او بحكي الناتج اللي طلع معي اضربه ب 0.81. ليش؟ انه احنا حكينا السبيسيفيك ويت هي نفس الدنسيتي، بس ايش الفرق بينهم؟ مضروب بالجاذبيه. شايف؟ يا بتحكي 825.91 على الحجم، يا بتحكي 899.81. تمام. هي الخاصيه الثانيه. هات نجرب نحكي عن الخاصيه الثالثه. الخاصيه الثالثه اللي هي السبيسيفيك جرافيتي. specific gravity اللي هي رمزوها بالريلاتيف دنسيتي. كلمة ريلاتيف يعني بسطع مقام إشي بالنسبة لإشي، يعني إشي بالنسبة لإشي. يعني شو الوحدة؟ الوحدة يونتلس، يعني لا يوجد هو وحدة. هاي إيش هي specific gravity؟ برمزوها بالرمز S G. بعض الكتب برمزوها بالرمز G S عادي. specific gravity specific gravity بكل بساطة بقول لك تعريفها هي كثافة أي سائل على كثافة الماء. كثافة أي سائل على كثافة الماء، هو الجاما لأي سائل على جاما للماء. ليش؟ لأنه أصلاً يعني رو في جي، رو في جي، رو في جي هي نفسها جاما. يعني ذكر إنك ضربت على جي وضربت على جي،
بس ثابت وقسمت. فبالتالي المي عند درجة حرارة معينة، مش شرط 1000، يعني إذا قال لي أوجد الكثافة عند درجة حرارة 20 أوبط الكثافة عند درجة حرارة 20، يعني بعض specific gravity، يعني حسب السائل إيش عندي. أنا إذا بدي أحسب درجة حرارة السائل عند درجة حرارة 4 بدي أحسب المي تكون درجة حرارة 4، يعني مستحيل أنا أقسم درجة حرارة 4 درجة حرارة 20، لازم الثنتين نفس درجة الحرارة. يلا نرجع لنفس السؤال السابق، يقول لي reservoir of oil has 825 كيلوغرام حجمه كذا، بقول لك أوجد specific gravity. بكل بساطة يا بتحكي الرو على الرو أو الجاما على الجاما. طبعا الجاما للووتر 9810 كيف جبتها؟ 1009.81 بتعطيك 9810، وهاي اللي طلعتها من المثال السابق، قسمته مع بعض تطلع تقريبا 0.9. إذا بتلاحظ إنه قانون السبيسيفيك جرافيتي هي رو للفلويد على رو للووتر، يعني أنا بدي كثافة الزيت، بحكي السبيسيفيك جرافيتي في الزيت على رو في رو ووتر. يعني بكل بساطة إحنا أغلب الأسئلة تجينا إنه بتعطيني السبيسيفيك جرافيتي مثلا للزئبق ميركوري، تمام؟ أنا وأنا بالقوانين كلها بكون بحاجة إيش؟ بحاجة رو أو جاما للميركوري. شو إيش بكون معطيني؟ بعطيني specific gravity. أنا كيف بكل بساطة بحكي الرو لأي فلويد، رو لأي فلويد هي عبارة عن specific gravity رو ووتر. هذا قانون بدي تفهمه. أو جاما تمام. يعني يا بحكي الرول لأي فلويد بدي اياه هي السبيسيفيك جرافيتي تبعت الفلويد، طبعا تبعت الماء تبعت الماء واحد رو للووتر اللي هي 1000 او 9810 في السبيسيفيك جرافيتي، بيعطيني جاما للفلويد. يعني ضربت الادوية، تمام؟ وهذا الاشي اللي انا كاتبه هون. انا دائما الجاما هي السبيسيفيك جرافيتي في 9810 الا اذا اعطاك غير هيك، او بحكي الرو هي السبيسيفيك جرافيتي في اللي بالأسئلة بنسبة 99% بكون معطيك الـ specific gravity. خلينا نأخذ هذا المثال. هذا المثال with the specific weight of water عند ضغط معين تساوي 9.81 طبعا نيوتن لكل متر مكعب. ليش؟ أو من الوحدة عرفت شو هاي؟ شو هاي؟ هاي هي الجاما. معطين الجاما بتساوي 9.81 كيلو نيوتن. احنا حكينا ايش وحدتها؟ حكينا وحدتها نيوتن لكل متر، يعني الكيلو ايش مضروب في 1000، تمام؟ هاي قيمة الجاما 9810 معطينيها بالسؤال، مش 9.81. كل السبيسيفيك جرافيتي هاي طبعا لمين؟ للووتر، هاي جاما ووتر. معطيني السبيسيفيك جرافيتي للميركوري تساوي كم؟ 16.56. لاحظ انه ما إلها وحدة، دائما الرقم اللي ما إله وحدة معناه specific gravity. بيقول لك وجد كثافة المي، وجد specific weight والكثافة الزئبق، عادي مش صعبة جدا. بعمل انا بعرف انه الرو او الجاما بتساوي رو في جي، تمام؟ انا بدي احسب ايش؟ الرو للووتر مثلا الجاما للووتر كم؟ 9810، والرو للووتر كم؟ إياها والجاذبية كم؟ 9.81. رو ووتر بتساوي 1000 كيلو جرام على متر مكعب، تمام. الفرع الثاني طلب مني رو والسبيسيفيك ويت للميركوري. ايش بحكي؟ انا بعرف انه السبيسيفيك جرافيتي لأي سائل هي الرو للسائل على الرو للووتر. الرو للووتر كم؟ 1000. specific gravity كم؟ 16.56. تضربهم بعض بيعطيك الرو للفلويد. بدي جاما للفلويد اضربها بالجاذبية، اضربها بالجاذبية، وهذا اللي صار عندي. قال لي الرو للووتر هي 9.81 كيلو نيوتن على 9.81 متر لكل سكند تربيع. لاحظ راح تسألني شو هاي؟ ببساطة هاي الجاما وهاي الجاذبية، يعني بعرف انه الجاما رو في جي، بالتالي رو تساوي جاما على جي، بس يعني قسمت على جي، بس فكرنا قسمت على جي.
طلعت معي واحد ميجا جرام، واحد ميجا جرام على متر مكعب هي نفسها 1000 كيلو جرام على متر مكعب هي نفسها. ليش؟ الكيلو لها ميجا يعني ضربها شال الألف، يعني كلمة أم كيتل يعني 1000 كيلو، حكيتها بأول فيديو 1000 كيلو هي نفسها 1 ميجا أو 10^6 جرام. بس أنا إيش قلنا الوحدة كيلو جرام، فهذا مش مهم كثير. هون 1 جرام لكل ملي لتر، هو الميجا نفسها ملي بالمقام، ميجا بالبسط هي ملي بالمقام، بس هي كل الفكرة. بس أنا لا، أنا الوحدة اللي بعتمدها كيلو جرام لكل متر مكعب. الجاما للميركوري، الجاما للميركوري سبيسيفيك جرافيتي للميركوري ضرب جاما ووتر، جاما ووتر 9.81 والسبيسيفيك جرافيتي للميركوري 13.56 ضربهم بعض مع 133. 133 ايش؟ كيلو نيوتن لكل متر مكعب. طب اذا بدي اياها نيوتن لكل متر مكعب ضرب ب 1000. انا لما حليت هون، الله يرجع، مش راضي يرجع اكثر من هيك. انا لما حليتها قلت لك ايش؟ 13.56 × 3 × 110 طلع معي نفس هذا الرقم بس ايش؟ اكبر شوي. ليش؟ يعني بيطلع مع 133 بيطلع اكثر مضروب ب 1000. ليش؟ لان انا مطلعه نيوتن لكل متر مكعب، هون انا مطلعه هون كيلو نيوتن. حتى بالامتحان بدك تعرف شو يكون معطيك اذا او شو مطلوب منك، مطلوب منك نيوتن، هذا الناتج اللي طالع هون بتضربه ب 1000 زي اللي انت حسبته او زي اللي انا حسبته بالشرح. بس طيب الرو للميركوري هي سبيسيفيك جرافيتي للميركوري ضرب رو واتر، و لما ضرب هاي واحد يعني الناتج بده يطلع معي ايش؟ هذا. لو ضربتها ب 1000 بده يطلع معي كيلو جرام للمتر مكعب. بس هاي كل الفكره، انه انا اذا ضربت بالرو قيمه الرو تبعت الواتر بهاي الوحده ناتج الميركوري راح يطلع معك بنفس الوحده هاي. انا لا، اذا بدي احله بالشكل الصحيح بدي اخليه كيلو جرام لكل متر مكعب، يعني اضرب هذا الناتج ب 1000 مشان تتحول الميجا لكيلو، عشان تحول ميجا لكيلو. والله الاسئله راح تكون بالفيديو الجاي، ان شاء الله الاسئله الفيديو الجاي. يعطيكم العافيه.